السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. جيت نوريكم الحل النهائي لواحد المشكل اللي كيواجه بزاف الناس، اللي بزاف الناس شفتهم كي بارطاجيو الميساج اللي كيجيهم في فيسبوك ولا كيسولوني في التعليق في الباج ديالي. كيف ما يطلع لكم دابا واحد التصويره ان بزاف الناس جاهم ان المعلومات اللي عطاو ديال بطاقه التعريف الوطنيه غلطه، كيقول لهم طلبكم مرفوض لان بطاقه المعلومات اللي عطيتو ديال بطاقه التعريف الوطنيه غلطه. الناس اللي مازال ما شافوا الفيديو كيفاش يتسجلوا دخلوا شوفوه. هو هذا دابا غنوريكم الحل النهائي ديال هذا المشكل. بزاف الناس كيجوا لبلاصه بطاقه التعريف الوطنيه كيديروا الحرف الاول صغير كبير والحروف الاخرى صغار، وكيديروا الارقام. حنا نفترض بحال هكا كيديروا بحال انا عندي اس اش في الاول غندير اس اش صغيره. لا، ما غاديش دير اس اش صغيره، غدير كلشي كبير. اس اش نفترض 12 12 12، هذا غير مثال. الكنيه غتجي ومثال الكنيه غادي تجي تكتب بوزيد، تكتبها كامله كبيره، ما غاديش تكتبها صغيره. والناس اللي عندهم جوج بحال نفترض شي واحد كنيته الهواري الهواري بحال هكا غيكتبها كيف ما مكتوبه في لاكارت، ما ديرش حرف صغير ولا الحروف الاولى كبار والشيء الاخر صغير. وبزاف الناس كيديروا مشكل اخر، كيكتبوا هنا السميه وهنا الكنيه. لا، راه بجوجهم الكنيه، هنا الاسم العائلي بالفرنسيه يعني كنيتك بالفرنسي، هنا كنيتك بالعربيه، هنايا النهار، هنا الشهر، هنا السنه فاش تزاديتي. يعني الناس اللي كيقول لك لا راه كيصيفطوا لنا هكا، راه كيقول لك خاصك دير المعلومات اكزاكت، ما تغلطش شي حاجه. ها هما كاتبين لكم هنايا: على الراغب في الاستفاده من عمليه الدعم المؤقت تعبئه النموذج اسفله بعنايه والحرص على ادخال بيانات صحيحه. يعني راه الناس دابا بشحال من واحد تيجي يعطي غير لشي واحد، ولا الناس بزاف الناس كيتسجلوا غير من التليفون، التليفون غير كتكتب الحرف الاول اوتوماتيكمون كيصغر لك الكلافي. يعني كيكتب لك نفترض غنكتب هنايا بوزيد، كيكتب لك بي الاولى كبيره، الشيء الاخر كله غيكتبوا لك صغير. يعني حاولوا تشوفوا ديك المشكل، تكبروا ماشي مشكل، غتكبروا داك شيفت ولا داك السهم اللي طالع في الكلافي ديال التليفون، كليكوا عليه جوج مرات باش يبقاو الحروف كاملين كبار. هذا ما كانوا اللي عنده شي مشكل ولا ما لقى شي مشكل في التسجيل يتواصل معايا في الباج ديالي ولا في فيسبوك ديالي. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، تابوناو في لاشين. تهلاو في راسكم.